الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله, as our beloved brother mentioned, إن شاء الله there will be some variations in روايات, a lot of variations. So إن شاء الله I'm not going to recite one رواية all the way through. I will start a portion of Surah Al-Qiyamah. Hopefully a lot of us know it. And I will recite it in Jama'. So in Jama', there are variations in the way to combine all the qira'at in one recitation. And inshallah, I'll be doing that with one of the ways. And you'll hear the differences, all 20 riwayat, in this one portion, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه ألن نجمع عظامه أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى قادرين بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل قادرين على أن نسوي بنانه على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر 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 كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر
آخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم.